مثل ما ذكرتي كلامك كله صحيح. العنف ضد النساء منتشر للأسف، ومثل ما ذكرتي أنا أقول لك إحنا السبب، إحنا عندنا العادات والتقاليد اللي تحكم بمناطقنا خاصة العراق، عادات والتقاليد اللي تميز بين الرجل والمرأة، إنه المرأة يكون دورها بالبيت والرجل دائما بالخارج، المرأة تكون هي تنظف تطبخ، هاي الأمور هي أنا ما أكذب عليك هي هذا دورها أوكي، بس من باب إنه يكون لا لا، أنا ممكن أختلف مع حضرتك بالرأي هذا نهائيا. مو فقط هذا دورها، قد يكون جزء من مسؤولياتها، لكنه هذا مو دور المرأة بالكامل. المرأة المفروض تدرس وتتعلم وتربي جيل، المفروض المرأة يكون على عاتقها مسؤوليات أكثر من أنه تكون فقط بالمطبخ وبالبيت. بعدين من ينقل الموضوع إلى حياة إنسانة وكرامتها، فلا ما نحكي عن العادات والتقاليد، لأنه ما راح أنا أتعامل بها نهائيا. العادات والتقاليد تحترم في موضع، حياتها في موضع آخر. تدير دولة كاملة. نعم. والدليل انه عندنا نساء ما شاء الله قويات يقدرون. نعم. بالمناصب دا نشوفهم ودا نلاحظ انه عندنا نساء يقدرون يديرون دولة، مو بس يكون مكانها فقط. نعم. البيت. واحنا هسه في قسم تمثيل المادي ومحافظة صلاح الدين، يعني صراحة من بقية المحافظات سوينا فقرة بما انه جانا من مستشاريات الامن القومي المكتب رئيس. نعم. الوزراء انه شكل لجان بكل المحافظات، لجان فرعية. اللجان الفرعية تعمل على التطرف العنيف المادي للارهاب. طبعا التطرف العنيف به ثلاث محاور، التطرف الفكري. نعم. تدري ان احنا احداث داعش اثرت علينا بشكل كبير، واغلب الشباب اللي توجهوا من خلال الافكار. الفقرة الثانية قرار 1325 المرأة والامن والسلام. والمحور الثالث هي نبذ التطرف ضد الطفولة. هاي المحورين الثاني والثالث هي من اختصاص قسم تمكين المرأة. طبعا أنا نائب رئيس لجنة مكافحة التطرف العنيف المادي للإرهاب في المحافظة.